فولهامبتون برالي الدور الانجليزي الممتاز لو برومي ليغ الجوله 14 ونشاهدنا كيفاش كانت المباراه مباراه تاع الفرص الضائعه خاصه في الشوط الاول ونشاهدنا فرص كثيره ضائعه في هذه المباراه ما بين فولهامبتون وبرالي ونشاهدنا 63% نسبه استحواذ فولهامبتون نسبه استحواذ 37% برالي نسبة الاستحواذ 145 تمريرة البرالي شاهدنا كيفاش وين 343 تمريرة يعني وين نقولوا بلي فولهامبتون وين كان مسيطر وين سيطر في هذه المباراة لكن بدون أهداف نقولوا بلي بتضييع فرص كثيرة في هذه المباراة شاهدنا بيرناو المدرب تاع فولهامبتون اللي دخل بخطة 3-4-3 شاهدنا كيفاش يان المدرب تاع برالي اللي دخل بخطة 4-4-2 يعني من أجل نقولوا بلي كل مدرب ودخل بالخطه تاعه بالتاكتيك دو جو تاعه معتمد على اللاعبين تاعه والمهاره تاع اللاعبين شان خيمينيز في فولهامبتون رايان ايتم نوري نيلسون شان غانيم شان كونار شان جاو شان تشان شان ادم تراوري يعني وين نقولوا بلي ليناردو خوسي سا في الحراسه تاع فولهامبتون اللي انقذ المرمى تاعو نياك بوب الحارس تاع برالي يعني وين لعب دور كبير تشارلي شنا ماثيو شنا ناتان شنا ماكسويل شنا كيفاش جاك جورج شنا دوارت يوهان كريس اللي خرج الدقيقة 59 دخل مكانه رودريغيز يعني في الدقيقة 59 من أجل إعطاء إضافة للنادي تاع برالي يعني وين شاهدنا وين كانت المباراة وين تلعبت يعني في بعض الأحيان وين شاهدنا اللعب من جانب فولهامبتون فقط يعني وين نقولوا بلي وين برالي وين حاول يعني اللعب على الكرات المرتدة خاصة في الشوط الثاني وين تراجع الوراء وقعد يلعب بالكرات المرتدة السريعة يعني وين شاهدنا كيفاش دخول رودريغيز يعني واللعب من يوهان كذلك وين خاصة وين كانت يحاولون يعني مخادعة فولهامبتون في هذه المباراة الجولة 14 وين فولهامبتون برالي الدور الإنجليزي الممتاز